بالتعاون ما بين منتدى الفيدراليات الكنديات واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، تم تنفيذ برنامج إعداد مدربين مؤهلين لتوصيل رسالة بما يتعلق بالمرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية، وأيضا تغيير الاتجاهات فيما يتعلق بوجود المرأة في مراكز صنع القرار ومراكز القيادة. للحديث أكثر اليوم لقائنا مع دكتورة هبة حدادير في مادبة. شراكتنا كانت مع منتدى الاتحادات الفيدرالية الممول من الحكومة الكندية. بداية كانت تدريبات على تعزيز مشاركة المرأة للوصول إلى مواقع القرار، صنع القرار. بداية أخذنا تدريبات، كنا مجموعة مدربين، أخذنا تدريبات مكثفة على أيدي خبراء مغربية. بعدها أخذنا TOT، أدمجنا كمان النوع الاجتماعي بهذا التدريبات. إحنا أخذنا تدريبات مكثفة على مدار أول تدريب إنه كان 5 أيام، أخذنا عن أول إشي النوع الاجتماعي، ميزنا إيش هو النوع الاجتماعي وبين الجنس. بالإضافة أخذنا أدوار النوع الاجتماعي، إيش هم الأدوار، إن كانت دور إنتاجي، مجتمعي، سياسي. أخذنا فرقنا بين كل أدوار، لأنها بالنهاية النوع الاجتماعي منقول هي علاقة مشتركة بين الرجل والمرأة. وكمان دخلنا فيها كمان التشريعات والقوانين وإيش بيحكوا التشريعات والقوانين عشان نرفع مستوى تمكين المرأة لمواقع صنع القرار. حضرت للدكتورة هبة بصراحة أكثر من تدريب، كانت يعني ورشات عدة وكلها حلوة، كلها فيها معلومات مفعمة بالمعلومات. أخذنا عن الجندر، أخذنا عن أساليب التدريب، أخذنا عن الجنس وأنه كيف نميز بين ذكر وأنثى، أو يعني في من خلال العمل السياسي أو العمل الاجتماعي. بصراحة كانت ورشات كتير مفيدة، ورشات كتير حلوة معلومات. بصراحة يعني أنا من الناس يعني مع أني بطلع مثلا وبقرأ أو شيء، بس كانت يعني كتير أشياء غايبة عني، ومنها يعني حبيت أنطلق بصراحة. أنا هلا بتمنى أنه أنطلق لعالم التدريب. بعد التدريب الأول أخذنا تدريب ثاني TOT بالنوع الاجتماعي، كمان لتمثيل المرأة بالوصول إلى مواقع صنع القرار. أخذنا كمان على مدار 5 أيام، كان مشاركين مدربين على مستوى محافظات المملكة. بعد هذا التدريب عملونا أنه لازم نطبق هذا التدريب، ننقل هاي الخبرة الحلوة إلى محافظاتنا. فقمنا أيضا بنقل هاي الخبرة أنه نقل هاي المعرفة إلى محافظتي لمادبة، ودربنا على مدار 2 يوم. أول يوم كانت الأساليب التدريبية، أنه إيه كيف عشان نكون نوقف قدام أي جمهور، أنه كيف بدي يكون في عندي أساليب، من خلال أنه في عندي أدوات هي البادي لانجويج، لغة الجسد، بالإضافة إلى نبرة الصوت والمعلومة. صراحة هذا التدريب بالنسبة لي أضاف لي شغلات كتير كتير، لأن المدرب اللي أعطانا إياه هو مدرب مغربي رائع جدا جدا، من خبرته أعطى خبرته أسهمها لخبرتنا. بالتدريبات إحنا شاركنا كتير 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 على مستوى عمان والمحافظات. هلأ أنا بلشت بالتدريب عن طريق محافظتي، إنه بلشت أعطي هذا التدريب لمدة 2 يوم، بعدين نقلت الخبرة للمحافظات الثانية. قلت حرام هاي الخبرة ما تنتقل عشان توصل للأردن كاملة. صرنا نميز في أشياء كثير تعرفنا عليها، يعني ما كنت أعرف شو الجندر، بعدين تعرفنا كيف المجتمع بيميز بين ذكر وأنثى، بين الرجل والمرأة، وفي قوانين أصلاً جديدة، ما يعني قوانين ما كنا نعرفها، وتحليل الشخصيات كمان استفدنا كثير كثير منه، يعني لدرجة إن إحنا صرنا نطبق هذا على اللي حوالينا. هلا احنا قلنا هذا التدريب اصلا لما نقلناه احنا للمحافظات ومحافظتي لمادبة، خلينا كمان المشاركين هم يدربوا، ما وقفنا انه انا بس نقلت الخبره، لا، اعطيناهم كمان مهام انه انتم كمان روحوا دربوا بنفس المعلومات اللي اخذتوها وانقلوا هاي الخبرات على مجال انه نطاق الداخلي اسرتك اعطيها بلشي، بعدين انقليها للمجتمع الثاني. وما هي بوجهة نظر الدكتورة هبة تحديات المرأة اليوم في الأردن؟ هلأ التحديات هي موجودة فعلياً على أرض الواقع، هي من خلال أنه
ما بتوصل السيدة إلى صنع القرار. ناخد على سبيل المثال بالسياسة، إحنا عادة في عنا كوتة، وهي ميزة إيجابية إنه وصلت المرأة إلى مجلس النواب عن طريق إنه كان في عنا إحنا 15 مقعد، رائع جدا، لكن في عنا 5 سيدات كمان فازوا تنافسيا، فأصبحنا إحنا 20 سيدة من 130. فإحنا أنا عم بشعر إنه في عنا تقدم للمرأة لوصول إلى صنع القرار. وعندما سألنا دكتورة هبة عن أهم التوصيات قالت: نصيحتي لأي سيدة حابة توصل لمراكز صنع القرار، نقول إحنا دائما ما نحط قدامنا أي تحدي أو عوائق. فعليا إحنا إذا أقنعنا الدي والجي إنه أنا في عندي عائق، فعلا بيكون عندي عائق. لا، أنا ما عندي عوائق. لو كان في عندي عوائق لازم أتخطى هذا العائق عشان أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه بالنهاية.